الله بالخير لكل من يتابع الشرقية وبرنامج أهل المدينة. يوم جديد ومشوار جديد وأكيد مواضيع جديدة تخص المدينة وأهل المدينة. ودائما دعواتنا نعم الخير والأمن والسلام على كل العراق والعراقيين، وإن شاء الله بالوحدة والتعاون والتكاتف والتكافل والوعي والتشبث بالأمل نعبر كل هذه الأزمات الصعبة، وعلى رأسها أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية والأمنية وحتى الأزمة الوطنية وكل الأزمات الأخرى. اليوم عندنا مجموعة من المواضيع كثيرة حقيقة منذ الأربعاء، ونحن نستلم الكثير من المواضيع التي تخص المدينة وأهلها مع المشاكل والمعاناة. إن شاء الله اليوم نقدر نوصلها أنا ورأفت للجهات المعنية، وبالتالي نتمنى ككل حلقة نتمنى من الجهات المعنية متابعتها أول بأول من أجل حلها. الغرض دائما نقول من البرنامج ومن عرض المشاكل مو لملء الفراغ، وإنما لإيصالها للجهات المختصة للمسؤولين حتى يتم معالجتها أول بأول. اليوم راح نحكي بكثير من القضايا، أتمنى من الناس تكون على أيضا قدر كبير من المسؤولية للتواصل ويانا حتى نعرف المشاكل والمعاناة أول بأول، حتى توصل أيضا أول بأول للجهات المختصة. مرحبا رأفت. مرحبا أزل، تحية طيبة لكل متابعي قناة الشرقية وحلقة جديدة من برنامج أهل المدينة. أكيد راح نتابع بها مواضيع تخص المدينة وأهل المدينة، لكن قبل أن أروح فاصل خلونا نوحد الدعاء من أجل المرضى والجرحى الراقدين بالمستشفيات العراقية والوضع المأساوي اللي يرثى له بسبب الإهمال المتعمد من قبل الحكومة للقطاع الصحي بشكل كامل، وأيضا ندعو بالرحمة والخلود لكل شهداء العراق الأبرار الذين سقطوا نتيجة ما حدث من ظروف مأساوية منذ عام 2003 ولحد هذه اللحظة، إضافة للنزاعات العشائرية وانفلات الوضع الأمني والسلاح المنفلت بيد الناس العامة، خلانا أيضا نفارق أرواح بسبب مشاكل بسيطة جدا. أيضا هذه الدعوات أنه للحكومة العراقية أيضا بالاستعداد التام لحد السلاح المنفلت، وبالتالي حصره بيد الدولة فقط حتى نتخلص من كل هذه المشاكل اللي تحدث يوميا في كل المحافظات العراقية وبشكل مستمر. أخيرا عندنا أبناء جيش الأبيض الباسل اللي هم يتعرضون للكثير من المعاناة، منها الإهانات من قبل المراجعين، ومنها الإهمال من قبل الوزارة نفسها ومن قبل الحكومة المركزية نفسها بعدم توفير كل مستلزمات الوقاية الصحية، وخاصة للي داومون بالحجر الصحي أو داخل المستشفيات المخصصة لكل المصابين بفيروس كورونا. نروح فاصل وبعدها نرجع نتحدث بهذه المعاناة بشكل مفصل. يمكن رأفت أنت موجز لما حدث الأسبوع الماضي، الله يعد إن شاء الله هذه الأيام على خير. إحنا نتمنى أنه إحنا نعبر كل الأزمات، أزمات متراكمة منذ سنين لا يمكن حلها بيوم وليلة. بالبداية بس خلينا نذكر، لأن الناس اللي حد الآن نسيت يمكن من الموسم السابق، إحنا طريقة التواصل ويانا عن طريق التليجرام والرقم الظاهر أسفل الشاشة اللي يحب يتواصل ويانا مقطع فيديو أو صورة توضح المشكلة. دائما نقول مقطع قصير تصورونا يا ريت بالصوت والصورة من غير ما تطلعون، يعني بس مجرد تشرحون الموضوع، ذكرونا التاريخ هذا ضروري حتى نتأكد أنه المقطع جديد، ذكرونا بتفاصيل من المحافظة، لأنه أحيانا الناس تدزلنا مقطع تعتقد أنه إحنا نفهم الموضوع. أنت مشكلتك اشرحها، اكتبها لنا مع الشرح ممكن بالمقطع مقطع الفيديو، هذا حتى نتفق منذ البداية حتى تذكرون دائما شلون نقدر نتواصل مع أهل المدينة. طيب خلينا نبدأ إحنا بالموضوع. صار لنا فترة حقيقة الموسم السابق أو الموسمين السابقة مع بدء موجة كورونا، إحنا يوميا نذكر بموضوع كورونا ونحكي بكثير من القضايا اللي تخص كورونا، ابتداء من الإصابات من بدايتها انتهاءا بموضوع اللقاح اللي إحنا بالموسم السابق كانت أكو مناشدات كثيرة إنه وين ليش العراق ما جاب اللقاح، بعدين من جاب الناس تمردت وقالت إحنا يعني إحنا كشعب حتى الوطن العربي لكن العراق بشكل خاص إحنا من النوع من ماكو شيء ما موجود الشيء الريدة من يجي الشيء نتمرد عليه، هذا موضوع حتى يعني دراسات عليه مو أنا أجيبها من جيبي. من اجى اللقاح احنا تقريبا يعني حكينا بالموضوع، بعدين صار رمضان رجعنا بالموسم الجديد، يمكن انا كنت شوي خجوله بطرح موضوع كورونا بشكل يومي، السبب انه الناس ظلت تقول وصل اللقاح انتم ليش ما لقحتوا؟ يعني كادر اهل المدينه وخاصه انتم اللي تطلعون بالجو، ازر رأفت سفيان انتم ما لقحتوا، لو ملقحين كان صورتوا. حقيقه احنا ايضا بالبدايه اخذنا الايثار وقلنا خلي الناس المستحقه هي اول شيء تسجل، كبار السن، الكوادر الطبية والجيش.
شفنا احنا ما عرف يعني وزارة الصحة انطت المجال للكل، انطت الحرية مساحة واسعة للجميع انه هو اي واحد يريد من 18 فما فوق يروح يلقح. بعدين شفنا انه الكثير خلص المستحقين اخذوا، واللي ما عاجبه هذا قضية راجعة له، فاحنا سجلنا. فاليوم احنا راح نحكي بملء الفم، وباول موضوع نقول لكم الحمد لله انه انا وسفيان ورأفت ومجموعة من الزملاء قسمنا على وجبات، رحنا اخذنا الجرعة الاولى من اللقاح الحمد لله يوم الخميس، واعتقد اللي متابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي على حساباتنا الخاصة يمكن شاف الصور اللي احنا نشرناها. رحنا صباحا توجهنا مجموعة من كادرنا، كادر اهل المدينة، وراح اخذ اللقاح. والناس حتى سألت شنو الأعراض، أنا أقول لكم باختصار أنه إحنا قبلها بيوم رحنا فحصنا أنه هل كنا مصابين سابقا، لأن المفروض أنه أنت خلال هالثلاث أشهر ما مصاب بكورونا، إذا مصاب ما تروح تلقح لأن يأثر عليه. إحنا ما بينا شيء بهذه الفترة الحمد لله عدت على خير. أخذنا يوم ثاني رحنا أخذنا اللقاح، يوم الخميس شعرنا بشوية بالخمول، أكو ناس شوية سخنت سخونة بسيطة، يمكن براسيتول عدل الموضوع على خير. ممكن يوم الجمعة حسينا بخمول أكثر، الإيد اليسرى اللي أخذنا بها إحنا اللقاح نوعا ما أدتنا بشكل بسيط، أصلا عبرت المرحلة اليوم سبت إحنا بكامل صحتنا، وهاي إحنا ونشاط ما بينا شيء. الأعراض يعني مختلفة طبعاً من شخص إلى شخص، إنه بالتالي إنه مو الكل راح يكون عنده خمول، ولا الكل راح يكون عنده سخونة، ولا الكل إنه يشعر بألم شكة الأبرة، بالعكس إنه الموضوع طبيعي جدا. وإحنا اليوم هذا الفيديو اللي نشاهده اللي هو أخذ هذه الجرعة الأولى من اللقاح اللي موجود واللي وفرته وزارة الصحة العراقية في دوائر الصحة، وبالتالي أنه كل هذه المحطات المخصصة لأخذ اللقاحات هي متوفرة، فما عليكم إلا أن تسجلون عبر الرابط اللي موجود واللي أيضا متاح من قبل وزارة الصحة العراقية، وبعدها أنه تجيكم رسالة وتذهبون للمحطة اللي أنتم مسجلين عليها أو المركز أو المنفذ اللي مسجلين عليه أنتم، بالتالي تأخذون هذه اللقاح، وبالتالي أنه أيضا راح تتمتعون بصحة جيدة بالأيام القادمة. واللقاح الكل يقول أنه أنا أخذ بس فايزر، لا بالعكس أنه كلهن نفس المستوى، وكلهن أنه وزارة الصحة دخلتهن ضمن اختبارات عديدة، مو بس إحنا بالعراق، أكيد هو كل العالم دخل هذه الاختبارات أو هذه اللقاحات باختبارات عديدة حتى أنه يوصلون الأمن والسلام لكل المواطنين اللي راح يتلقون هذه العلاجات في أي دولة كانت. يعني إحنا السينوفارم من أهم العلاجات اللي موجودة في العالم، وأيضا الأسترازينيكا من أهم اللقاحات اللي موجودة، وما ننسى أنه فايزر اللي هو بالتالي أنه صار لرواج وبشكل كبير جدا من قبل الشركة المصنعة أو من قبل حتى منظمة الصحة العالمية. أكو فيديو شوفوا، ويا ريت أنه أيضا تشجعون من خلال متابعتكم لهذا الفيديو، واليوم تسجلون أو في هذه اللحظة تسجلون حتى الأيام القادمة تأخذون بها اللقاحات اللي موجودة عندنا في كل المراكز الصحية. وإن شاء الله الأيام القادمة وزارة الصحة وعدت أنه راح توفر أعداد كبيرة من الجرعات حتى الكل يكون متساوي بأخذها، وما يبقى عندنا عراقي ما ماخذ لقاح، حتى نتخلص من كل هذه الأوبئة، وأيضا نتخلص من التباعد الاجتماعي أو التباعد الجسدي، وحتى ارتداء الكمامات اللي احنا مجبرين أنه نرتديها بسبب انتشار الوباء بشكل كبير، وخاصة بهذه الأيام اللي بدأت ترتفع الإصابات بشكل كبير جدا. رسالة توعوية إيجابية للمواطن الكريم أنه إعلامية متميزة مثل ست سيارات تجي لها كركوك، وهذا شرف أنك تجي كلش كبير، ودائرة الصحة كركوك إحنا نرحب بهم كهذا الشهر المتقدم. نسمع في الجميع أزل. شكرا أول مرة على الكلام، شكرا. أنا فخورة باللي شفته وشاهدته، وهاي الرسالة فعلا يعني ضرورية، لأن هواي ناس تقول أنت شجعين على اللقاح أخذ، فهاي أنا أجيت نفسنا والبشرية من كورونا، يا أما نبقى بهاي كورونا لقحوا خلصوا من الجهل للزمان الإحساس لا من هاي الوحدة، ما إحنا شو نطعم عليها إن شاء الله. إحنا بسم الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، ان شاء الله الجميع يشفى حتى يخلص. ما اسمع افراد الشباب والمهرجين والمنتقدين الزهار، اللي كان عرفنا الليالي علماء المهرجين.
نعم. السلام عليكم. بالبدايه طبعا انا من الناس اللي راحوا ويا العلم والطب والبحوث العلميه والجامعات العالميه اللي اخترعت هذه اللقاحات اللي نشوفها وصلتنا بالعراق اخيرا. فبالتالي انا حاخذ اللقاح وانا شخصيا شجعت اهلي واصدقائي كل الناس حتى اللي يتابعون ياخذوا اللقاح، وامن بالعلم اكثر من الخرافات والزعبلات اللي يسمعوها من الناس يمكن هم مو مختصين وحياتهم ما مسوين بحث. هذا ناس مسوين بحث عليه وناس تعبوا حتى يوصلون لهذا المستوى، واتمنى نوصل مرحله بان احنا كنا كارقين ماخذين اللقاح بحيث نقدر نطلع بامان بدون الكمامه ونقدر نتواصل ويا حبايبنا. اكيد وزاره الصحه قد ما هي كعبت وجاز تشارك وزاره الصحه يجب ان نذكر هذا الشيء انه هيئوا لقاحات بهذا الثمن بهذا الزمن الصعب يتلقى المواطن بشكل مجاني وبشكل اختياري. ناسهم هي انه هذا الشيء فالشكر والتقدير. اذا اللقاح وسيله هي تقضي على هذا العلم هيك يقول، واحنا مره ثانيه يعني هذا بالعكس احنا كشعب المفروض نشجع الوزاره تجيب بعد لقاحات، احنا نروح ناخذ اللقاح، احنا نطالب الوزاره تجيب اكثر، احنا نمتنع من اخذ اللقاح وبالتالي احنا كانه خايفين من عنده والوباء يتغلب علينا واحنا نتغلب على الوباء. شكرا جزيلا. طبعا اذا تريد تحافظ على نفسك وعائلتك الحل الوحيد هو اللقاح، ثقوا بالله ما بي اي ضرر ماكو اي خوف لا تخافون. دكتور جديد مدير عام صحة كركوك هو بنفسه رسالتي لكل احد في كركوك ولكل العراقيين ثقوا بالله ماكو الإشاعات. شكرا أزل وشكرا سفيان وشكرا سلام وشكرا لكل الكادر اللي راح وتوجه لأحد المنافذ المخصصة لأخذ اللقاح وانطوا رسالة مليانة إنسانية مليانة محبة لكل الناس حتى أنه يشجعون ويروحون يأخذون هذا اللقاح. إضافة إلى هذا شكرا لكل الكوادر الطبية والكوادر الصحية والكوادر اللي موجودة واللي عاملة ضمن إطار وزارة الصحة العراقية واللي هي تقدم خدمة إنسانية كبيرة جدا. وإحنا مع بداية الجائحة لحد هذه اللحظة ما نسينا كل الكوادر ولو ليوم واحد، دائما ما نذكرهم ودائما ما نكون صوتهم أمام الجهات المعنية ونوصل كل اللي يعانونه أمام الشاشة وأمام أنه كل متابعي البرنامج الجهات المعنية. هذه النقطة المهمة اللي احنا نريد نوصلها أنه هذه الكوادر هم أهلكم، هم أخوانكم، هم خواتكم، أبنائكم، بناتكم. فبالتالي أحمر ليش؟ لأنه دا يقدمون خدمة إنسانية كبيرة جدا لكل الناس اللي موجودة في العراق من الشمال إلى الجنوب. بالتالي أنه إحنا دا نشوفهم دا يقومون في واجبهم، لكن التقصير هو بسبب الجهات المعنية رأس الهرم اللي هو مسيطر على كل هذه الفئات اللي موجودة واللي عاملة ضمن هذه الوزارة. لكن أنت اليوم كمراجع كمواطن تجي وتعتدي على الكوادر الطبية لأسباب قد تكون أنه أنت ما فاهمها والأطباء هم ما أفهم بيها والكوادر الطبية هم ما أفهم بيها وتتجاوز، هذا الشيء ممنوع منعا باتا وإحنا ما نريده. وبالتالي أنه باللحظات القادمة راح نعرض أحد الفيديوهات اللي تعرضت له مستشفى الشرقاط التعليمي اللي موجود في صلاح الدين لاعتداء من قبل مرافقين لأحد المرضى اللي موجودين في المستشفى هذه. لكن أنا كشاهد عيان موجود في الأيام الماضية في أحد المستشفيات العراقية في بغداد وشاهدت 3 حالات للاعتداء طبية. واحد يعني هسه اي مواطن عادي تسولف له القصه راح يقول لك ذول هم اللي غلطانين مو الكوادر الطبيه. انت تجي من طبيبك الخاص رايح للعياده والطبيب الخاص كاتب لك انه هذا يدخل انعاش، زين تجي تجيبه قبل من الشارع والدخل للانعاش ما فكرت انه شلون لازم اكو بروتوكول، لازم انه اكو اليه انه تطبقها داخل المستشفى حتى بعدين الاطباء اللي موجودين في الطوارئ او الاستشاريه او المختصين هم اللي يحولونه للانعاش. اضافه الى هذا احنا في زمن جائحه، لو مو جائحه كورونا اوكي ممكن يسهلون ياك ويدخلونك، بس من يقولوا لك لازم تدخل للطوارئ وتفتح طبله وانه لازم انه تسوي لها مسحه حتاكد انه اذا مصابه او مو مصابه، لانه اللي موجودين في ردهه الانعاش هم كلهم حالاتهم خطره جدا،
حالاتهم خطرة جدا. فأنت إذا كنت مصاب وتدخل أو تدخل مريضك اللي هو ممكن أن يكون مصاب داخل ردها راح تدمر كل اللي موجودين وبالتالي تقضي على حياتهم بشكل كامل. هذا المقطع اللي نشاهده حاليا هو في مستشفى الشرقاط في صلاح الدين. طيب هل من الممكن نحن اليوم نعتدي على الكوادر الطبية؟ والله إنه شنو مريضي شوي أخرتوا عليه العلاج، لو إنه مريضي صار في حالة صعبة، زين هم شنو اللي بيدهم؟ هم الأطباء دا يقدمون اللي عليهم، مو بس الأطباء، حتى الممرضين حتى الكوادر التمريضية دا يقدمون اللي عليهم، طبيب مختص والأطباء اللي مقيمين واللي هم موجودين في الخفارات ما يقدر إنه يتجاوز رأي الطبيب المختص ولا يقدر يجتهد حتى لا يعرض حياة مريضك للخطر. إذا كان سبب أنه ممكن تجي تناقشه أنه 1 2 3 أو ممكن أنه أكو إدارة موجودة إذا الكوادر الطبية قصرت أنه أنت تروح تشتكي عليها مباشرة، زين ليش أنه تبدي تكسر هاي الأجهزة وتكسر البيبان وتكسر الأسديات؟ يا ناس يا عالم إحنا دائما دا نحكي أنه إحنا في أمس الحاجة، في أمس الحاجة للسدية، للسرير اللي موجود، لللوكر اللي موجود، هذا اللوكر البسيط اللي هو موجود داخل المصيفات احنا محتاجيه، هاي سلة النفايات اللي مرمية على الارض انه احنا محتاجيها، لانه اذا انكسرت يمكن انه بسبب الازمة المالية اللي دا تعيشها الوزارة او دا يعيشها العراق بشكل كامل راح تبقى النفايات متراكمة وما عندنا اماكن مخصصة لرميها. فعلينا انه نساعد نتعاون ونسمع كل الكوادر الطبية الكلمة الطيبة ونحترمهم بشكل كبير جدا حتى أنه يقدمون الخدمة، هذا واجبهم هم، وأكيد أنهم ما راح يقصرون، هم دي يعملون بضمير، صدقوا بضمير. أنا مو دفاعا عن الكوادر الطبية ولا عندي مصلحة ويا الكوادر الطبية، لكن هذا اللي أشوفه أنه دي تعبون ودي سهرون لأيام عدة حتى بس يقدمون خدمة بما يخص انه الردهات العاديه والطوابق العاديه. اما اللي موجودين في الاماكن المخصصه للمصابين بفيروس كورونا فذولا معاناتهم معاناه كبيره جدا، لا تعتدون عليهم، فكروا انه ذولا اخواتكم الكبار، اخواتكم الصغار، بناتكم، ابنائكم، فعليكم انه تحافظون عليهم باي شكل من الاشكال حتى لا نخسرهم ونشوفهم يطالبون بشهاداتهم حتى يهاجرون خارج العراق ويقدمون خدماتهم لدول الجوار. حافظوا على ما تبقى من الكوادر الطبيه في العراق. طيب احنا كان المفروض يكون ويانا اتصال هاتفي مع السيد احمد حسين عبد الله وهو مدير مستشفى الشرقاط اللي ايضا هو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الموضوع مع الصور مع مقطع الفيديو وقال مهما كلفني الامر لن اتنازل عن القضيه. احنا كان المفروض يكون ويانا اتصال لكن مغلق الجهاز بخير، حتى احنا ردنا نعرف انه شنو اللي صار من على المعتدين. احنا اللي نعرف انه تم سجن 4 اشخاص، بس اللي اتمنى انه القانون ياخذ مجراه بعيدا عن العشائر، بعيدا عن تدخل هذه السلطة اللي هي للأسف أصبحت قوية عندنا في بلدنا، حتى فعلا القانون يأخذ مجراه وبالتالي يتم محاسبتهم وتعويض المستشفى، لأن المستشفى ما عندها فلوس راح تجيب هذه الأجهزة الغالية الثمن. أنتوا حاليا عندكم شخص توفى بسببكم، ممكن خلال هذه الأيام يتوفون ناس بسببكم أنتوا، لأنه ماكو أجهزة تنقذ حياة المرضى اللي راح يدخلون للمستشفى، وممكن الكوادر الطبية ممكن حاليا متأذية وماخذ إجازة أيضا بسببكم، سبب هذا التخلف أنا راح أسميه، ممكن أنه هم أو حتى أنتم تسوون حالة نفسية وإرباك لدى الكوادر الطبية أنه ما تقدر تاخذ تشتغل صح. المفروض ليش داخلين 4 للمستشفى؟ احنا المفروض يطلع قانون صارم بان يدخل مرافق واحد مع المريض، البقيه تكون برا. احنا جداً. المشكله العشيره كلها تجي، عشيره بمعنى الكلمه العشيره، واحد يتصل على الثاني، احنا في ازمه كورونا. هو كان بالبيت ما كانوا يزوروا اصلا، وحتى افراد العائله نفسهم انه هو كان بيت كانوا هاملين، ولا هو ليش وصلت حالته لهذه الدرجه حتى انه اغلبهم ما رد يقول الكل الاغلب صحيح تمام، انه حافظوا عليه داروا بالبيت ثم انه من يروح للمستشفى خلاص انه 1 2 خلينا نقول 2، واحد يكون مع المريض داخل الغرفه او داخل الردى وواحد يكون بالخارج صح. زين اذا تحتاج شيء انه ممكن اكو بياناتكم تليفون تقدر اكو حاله انا لاحظتها انه بالممرات، يعني مع كل احترامي لكل المرضى ومرافقيهم اللي موجودين بالمستشفيات العراقيه، يجي وجاب الصينيه والجدوره وقعد بالممر ودا ياكلون وكانه الموضوع بس او الردهات مخصصه بس للمرافقين وكانه لا وجود للمرضى ولا للكوادر الطبيه. اذن نروح الى موضوع على البث المباشر من يعني او من يوم الخميس الناس تواصلت ويانا بشكل كبير، وهسه على البث المباشر تقريبا بس هو هذا الموضوع فيما يخص وزاره التربيه والقرارات. احنا كنا اول ما بدا الموسم الجديد احنا كان عندنا اول يوم
أو ثاني يوم قضية التربية، وقالت إحنا الأسبوع الجاي لأن كان عيد عطلة العيد، قالوا إحنا راح نحكي بموضوع امتحانات الوزارية أو الصفوف المنتهية والغير منتهية. الغير منتهية لحد الآن أونلاين يدرسون، وبعدين يعني هناك راح يصير اجتماع. أنا أقول لكم هو تخبط، يعني العالم كله حاليا من الآلية واضحة، كورونا مو جديدة صار لها سنة، احنا المفروض عندنا تجربة من العام، المفروض انه احنا حاطين خطة دراسية واضحة منذ بداية العام الدراسي، يبدأ العام الدراسي في هذا اليوم وينتهي في هذا اليوم، بعد ما بي الا اذا للضرورة، بس احنا يوم حضر، يوم حضر جزئي، يوم حضر كلي، يوم عطل، يوم تمديد العطل، يوم عندنا تظاهرة، يوم عندنا مشاكل وهكذا. احنا السنة الدراسية فلتت من ايدنا، وزارة التربية محتارة، طبعا عندنا اثنين، احنا وزارة التربية المركز وعندنا اقليم كردستان، وكل وحدة عندها قرارات لوحدها. عندنا ناس خارج العراق، هذول خطايا المساكين هم خارج العراق، لكن هم بالقرارات هم لاجئين الى، خاصة اذا يدرسون في مدارس عراقية. فالوضع احنا بالعراق استثنائي وممل ومزعج ومرعب ومقلق. الله يساعد الأهالي ويساعد الطلبة ويساعدنا، يعني أنا أيضا أمه عندي ولد وعندي بالمدرسة وجاي محتار، كنا في قلق ما عارفين السنة الدراسية ريتها بس تعرفون كم ندر ناظرين بس تخلص هاي السنة الدراسية على خير. حتى الطلبة أكو إحباط كبير، عدم أخذ المنهج بالشكل صحيح، لا نومتهم صح ولا قعدتهم ولا راحتهم للدوام، هذا القلق مال كورونا. إحنا يعني وضعنا بالعراق فقط غلط ومخربط وما أعرف يمتى يتصلح. اللي أتمنى وهذه مناشدة من عندنا إحنا مو بس كجهة إعلامية، كناس كمواطنين نعيش في العراق، يا وزارة التربية يا خلية الأزمة يا الجهات المعنية، من هسه خططوا للسنة الجاية لأن ممكن كورونا باقية، فأرجوكم خططوا بآلية واضحة جدا، حطوا كل الاحتمالات، لا تبقون أنتوا ها اليوم أكو ها باكر ها، وإشاعات كثيرة. اللي صار إنه وزارة التربية أنطت القرار فيما يخص الصفوف المنتهية، وأتمنى من الناس التركيز لأنه عندنا كثير من المواقع والصفحات الصفراء المشبوهة جاي تتصيد بالماء العكر وجاي تضيع وجاي يعني تدفع الناس بقضايا غريبة عجيبة. ركزوا بالمواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والمواقع الإخبارية الخاصة بالقنوات اللي هي رصينة وتنشر كل ما هو صحيح. اللي صار انه وزاره التربيه نشرت جداول فيما يخص الصفوف المنتهيه، السادس ابتدائي 13/6 الامتحانات تبدي، الثالث متوسط 4/7، والسادس الاعدادي بكل فروع 27/7. السادس الاعدادي من هسه اعتراض ويقول لك احنا كذا وشلون وما نلحق، انا راح استثنيهم اليوم لانه منا 27/7 ما نعرف شو يصير ما يصير، عايشين عدلين ميتين، احنا هسه خلونا يعني ادرسوا ابدوا ابدوش اعتبروها هاي الشهرين مراجعه. وجماعة الثالث متوسط أيضا راح أستثنيكم، من هسه تردون عبور ما عبور أيضا هاي ما راح نتدخل بها. اليوم راح نحكي بالثالث ابتدائي، يقولون إحنا ما مكملين مناهج ويوم 13/6 ما راح نلحق نكمل مناهج. أنا أقول إنه فعلا أسبوعين من الممكن عدم إكمال المناهج وهم ما ماخذين الدروس بشكل صحيح وصار هناك تخبطات. فلذلك إحنا اليوم معنا السيد حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية، وأنا جاي أحكي على عجالة لأنه إحنا عندنا الكثير من المواضيع، والسيد حيدر فاروق أيضا كان في سفر ونريد ناخذه بشكل سريع حتى هو، لأن هو صاحب المعلومة مو إحنا، إحنا مجرد نقلنا بعض المعلومات اللي هي أصبحت عامة للجميع. أهلا بك سيد حيدر، نشكر انضمامك رغم تعبك، وإحنا اليوم يعني لازم نشرح بشكل واضح، هل من الممكن تغيير الموعد؟ ليش هذا الموعد؟ الناس أكيد وصلت لكم آلاف الرسائل من الناس الضغط عليكم من أجل تأجيل موعد الامتحانات. نترك الثالث السادس خليها في وقتها، خلنا نحكي مع طلبة السادس ابتدائي. حياك الله سيد حيدر. نعم تحية طيبة لكم، أكيد إن شاء الله يا رب الصحة والسلامة للجميع والتوفيق للجميع بأداء عملهم. نعم. شكرا لانه يعني اختصرتي لي كثير من الامور. ممكن اذا راح نحكي على السادس الابتدائي واسبوعين ما راح تكفي مثل ما ذكرتي قبل قليل في هذه المقدمه، 14 يوم او 16 يوم او 15 يوم لا تكفي للصف السادس الابتدائي. اصدرت وزاره التربيه هذا اليوم قرار بان تكون امتحانات الصف السادس الابتدائي هي امتحانات مدرسيه، بالتالي الطالب او عفوا تلميذ الصف السادس الابتدائي راح يؤدي امتحاناته بالمدرسه ما يؤدي امتحان. يمكن الانترنت عندنا شوي ضعف. انا نعم تعرفون عادي بالعراق احنا عايشين. سيد حيدر يمكن الانترنت يمك ضعف.
طبيعي جدا يعني هاي من الاشياء اللي لازم نحكي بيها يعني هاي الناس اللي بتمتحن خاصه الكليات وشون درسوا هالسنه الطلبه ايضا شلون درسوا الطلبه في منازلهم عن طريق الاونلاين هذه القضيه صارت معقده. احنا مع بدايه اعلان وزاره التربيه ووزاره التعليم العالي بانه التدريس راح يكون اونلاين بسبب جائحه كورونا وبسبب عدم وجود بنى تحتيه مؤهله بشكل كامل لاحتواء الطلاب وايضا الحفاظ على صحتهم من خلال تواجدهم داخل المدارس وابتعادهم عن فيروس كورونا. احنا قلنا انه هذا التدريس الاونلاين راح يسبب لنا مشاكل كبيره جدا، وبالتالي انه الطلاب اللي درسوا بهذه السنوات القادمه وخاصه الاول ابتدائي الثاني ابتدائي اللي صار لهم سنتين يداومون هم اونلاين، وصعب جدا على طالب صف اول ابتدائي عمره 6 سنوات انه يتعلم عن طريق الاونلاين وهو بعد ما يعرف 1 2 3 ما يعرف الالف باء تاء، وهذه مشكله. وحتى الصف الثاني وممكن الثالث، اما بقيت المراحل الدراسيه اللي هي عندها معاناه كبيره جدا نتيجه الاهمال المتعمد من قبل الجهات المعنيه او من قبل المختصين نوعا ما بقضيه التدريس الاونلاين. نتمنى انه التدريس الاونلاين انه ينتهي وتبدي دراسه جيده داخل المدارس حتى نتخلص من كل هذه القضايا. سيد حيدر، اذا رجعت ويانا مره ثانيه حتى نكمل بما يخص موضوع امتحانات تلاميذ السادس الابتدائي واللي هي المقرره يوم 13/6. نعم، يوم 13/6 مثل ما ذكرت قبل قليل، ما اعرف يمكن كان الصوت مقطوع. نعم، يوم 13/6 الامتحانات راح تكون مدرسيه، يعني معلمه الماده هي اللي راح تخلي الاسئله. طبعا راح يكون هناك تفاوت في المناهج المعطاه من مدرسه الى مدرسه اخرى، بالتالي تصبح حاله امتحان المراحل. طيب سيد حيدر، جيد يعني انه ذا الامتحان يوم 13 راح يكون حضوري داخل المدارس، ويعني مدرسه الماده هي اللي راح توضع الأسئلة وراح بالتالي انه يكون الامتحان بشكل طبيعي حال بقية السنوات الماضية. لكن برأيك انت اليوم 13 يوم كافية على اداء الامتحانات المخصصة لسادس ابتدائي وهم بعدهم ما مخلصين كثير من المواضيع في مناهجهم الدراسية، لو انه خلاص انه لازم يمتحنون؟ لا هسه انت من تقول لي ما مخلصين المناهج الدراسية، ليش اقول لك المعلمة هي اللي راح تخلي الأسئلة؟ المعلمة أدرى هو وين واصل من المواد، يعني راح تقول له إلى هنا هذه المواضيع اللي داخلة بالامتحان، بالتالي هي تعرف منطيته مثل من صفحة 1 إلى صفحة 70، راح يكون لحد صفحة 70 داخل بالامتحان، وإن ما أخذ للتسعين أو للمية. تمام. يعني هذه المواضيع اللي راح نستغلها، يعني إذا مكملين المنهاج فهم يمتحنون بكل المنهاج، مكملين نصها يمتحن نصها، مكملين 70 هم مثلا درستهم بعض الفصول راح ياخذون الفصول. التصحيح وين راح يكون؟ هل التصحيح راح يكون وزاري لو كل مدرسه بمدرستها باعتبار المعلمه هي تعرف شنو الاسئله؟ لا، هي وضعت الاسئله، هي تصحح الدفاتر الامتحانيه. لا كل مدرسه بمدرستها، يعني دوام، يعني امتحان كبقيه الامتحانات، كانما هو امتحان نصف السنه. بالتالي هي المعلمه تصحح الدفتر الامتحاني. طيب، بمعنى او اللجنه اللي موضوعه. طيب، بمعنى انه السادس الابتدائي هالسنه طلع من موضوع الوزاري، ما صار كانه هو منتهي لكن ليس وزاريا هذه السنه، واتمنى تكون استثنائيه. يعني سيدتي العزيزه، اليوم الغايه من الامتحان هو انه انا اخلي اشوف قدره الطالب التلميذ شنو المواد اللي درسها وقابليته على يعني حل موضوع معين بافكاره هو بقابليته وباستيعابه هو للماده في وقت محدد، مو انه انا اجي، يعني هو الامتحان مو انتقام من الطالب مثل ما قد يتصور بعض الطلاب، او انه جاي اني اريد اوجه له عقوبه بالامتحان. الامتحان هو حق شرعي انه انا اشوفك خلال هذه الفتره اللي درست فيها شنو اللي استوعبته من هذه الماده اللي اخذتها. جيد. سيد حيدر، هذا بما يخص طلاب السادس الابتدائي. لو نجي نسولف انه عن على الثالث متوسط والسادس الاعدادي، ولو ازل قالت انه بالوقت الحالي انه ناجلهم كون انه الوقت لا يسمح، لكن انه كلمه لهم حتى لا يزعلون ويقولون انه انتم تركتونا وهملتونا، وبالتالي انه تبدي التعليقات على البث المباشر وحتى على مواقعنا الخاصه. خلي يسمعون كلمه من عندك ويطمنهم حول انه الايام القادمه وما يحدث بها بما يخص امتحاناتهم. اولا وزاره التربيه هي لا ممكن ما تتخذ اي قرار بمضره الى الطالب، لكن العمليه التعليميه هي عمليه مهمه جدا، لذلك خلي يكون مطمئن الطالب. يعني احنا منذ العام الماضي، منذ منتصف العام الماضي نصف السنه، هل انه وزاره التربيه اضرت بطالب من الطلبه
كانت مراعية لكل هذه الظروف في نمط الأسئلة وطبيعة الأسئلة والتدريس، ما حاسبت على الغياب، كثير من الأمور يعني هي كانت لمصلحة الطالب أكثر مما هي لوزارة التربية مراعاة لهذه الظروف. لكن هي ظروف لا تقع فقط على وزارة التربية، على الطالب أيضا أن يعني يؤدي مهمته بشكل جيد. هو اليوم طالب مهمته أنه طالب العلم والمعرفة، بالتالي المستقبل اللي إحنا دائما نتغنى به ونحكي به وإحنا أهل الحضارة والتاريخ والتراث، لابد أن يكون هذا الطالب محافظ على أو يكون الحلقة الوصل بين الحاضر الماضي والتاريخ وبين المستقبل، هو هذه الحلقة. يعني سيد حيدر، أريد أتحدث بموضوع وأسف للمقاطعة، لكن أنه بما أنه دا أشاهد المقاطع الخاصة بالأرشيف لطلاب دا يأدون امتحاناتهم أو دا يداومون بمدارسهم أو بدوامهم الاعتيادي، هل هناك خطة مستقبلية من أجل تعديل البنى التحتية في المدارس العراقية وبالتالي ما نشاهد هذا الزخم اللي دا نشاهده بصور الأرشيف؟ اليوم أكيد هناك المشروع الوطني لبناء المدارس، تقريبا لبناء 1000 مدرسة. اليوم مشروع بناء المدارس أو العملية التربوية يتصدر دولة رئيس الوزراء. اليوم هناك زيارات أيضا ميدانية من قبل وزير التربية تكون بشكل دوري لكل المديريات العامة للتربية في المحافظات للإطلاع على البنى التحتية، تزويد كل المديريات العامة بالتربية، تزويد المعنيين بالقطع الأراضي الخاصة بها من أجل إنشاء مدارس عليها. إن شاء الله المشروع الوطني لبناء المدارس في السنوات المقبلة يكتمل، بالتالي راح يخفض كثير من الزخم الذي يعني اعتقد انه احنا يعني نضطر للانتقال الاتصالي لان الانترنت ضعيف. نشكرك سيد حيدر فاروق المتحدث الرسمي باسم وزاره التربيه، واوعدك احنا ما راح نتركك حتى بالعطله، راح نحكي وياكم حتى نشجعكم على انه فعلا نبني المدارس. ان شاء الله رايحه كورونا وبالتالي احنا يعني نرجع للمدارس، احنا اشتاقينا هواي لصوت الجرس. شكرا جزيلا حيدر فاروق مره اخرى، شكرا لانضمامك لنا، شكرا لهذه المعلومات. ونصيحه مني لكل الاهالي اللي عندهم طالب بالسادس ابتدائي، خلص خلي يدرسون هسه حاليا يمتحنون بالمنهاج اللي اخذوه مدرسيا، بس منا لحد ما تطلع النتائج كملوا وياهم المنهج، لان ضروري لان هو متصل مع الاول متوسط، كملوا المناهج افضل حتى يتعلم، حتى الشخص او الطالب او الطالبه يروح للاول متوسط مؤهل كليا بكل المواد. الهدف منا انه هو يتعلم حتى يكون هو يعني اساسه صحيح، مو الغرض منا انه يعبر مرحله، يفهم ويقرا الماده. نصيحه للكل طبعا انه نكمل المناهج في المنازل اللي يقدر يتواصل مع يعني اهله يقدرون يتواصلون وياه، او من خلال مدرس خصوصي، أو حتى هي دعوة للمعلمين والمعلمات لإكمال المناهج حتى لو بعد الامتحانات. هي قضية إنسانية تهم الوطن وتهمنا جميعا. هذا كل ما كان عندنا اليوم في أهل المدينة، نتمنى دائما نلتقي على الخير والمحبة والسلام، وعلى وطن سالم ومعافى ومنتصر في أمان الله. إذن وصلناكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم، إلى اللقاء.